وانت شايف ايه؟ بقت احلى؟ ايه دي اللي بقت احلى؟ اسكندرية بعد اذنك يا توحة. قول ورايا كده يا دكتور، توحة بذمتك مش حاجة سهلة. بعد اذنك. اذنك معاك يا دكتور. يا ساتر، ده عليه هنا شفان بوز ولا المية 111 اللي على خلقته دي؟ ايه التناك دي؟ الله، المعدي هناك ده مش الحاج مصطفى؟ هو غريبة، فايت كده يعني من غير لا سلام ولا كلام. يا ترى ماله؟ واخد في وشه وازح كده ورايح على فين؟ يعني على فين؟ يا الدكانة يا القهوة يا راح مقام جد ابو جرانة يهوى عن روحه شوية ويهون عن نفسه. يا بخت من له حد يهون عليها وجعه. توحة توحة. ايه يا صبري؟ ايه ما ردتيش عليا يعني في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ موضوع ايه؟ بفكر يا صبري بفكر. مش محتاجة تفكير يا توحة، انا عمري ما هلاقي واحدة زيك. طب ما انا عارفة يا صبري، جبت ايه جديد يعني من عندي؟ كلم الزبون يلا روح، خلينا نشوف اكل عيشنا. يو ريحة قلبي يا توحة. تريحك من الدنيا وبلاويها، ما تشوف الزبون يا توحة. يا توحة طمنيني بس. ايوه عليك، انت بتفهم منين بفكر يا اخي؟ يو يا ترى بتفكري في ايه ولا ايه يا توحة؟ ايوه جاي جاي. وبعدين يا علي، كل احلامك هتتكسر لو صخرة الكلام اللي بيقول ابوك ده. انا مالي ومال بيعين السوق دول؟ ما ياكلوا ولا يجوعوا، وانا مالي؟ ارض ممكن تدخل ملايين كل سنه، يبقى ده حالها؟ يبقى عندي كل ده وتعين في جامعه ملاليم ليه كده يا حاج مصطفى؟ ليه كده يا بابا؟ انت ولد وحش توصل اسكندريه من غير ما تزور عمك؟ عمي ازيك؟ تعالى تعالى يا حبيبي اتفضى عمك. انا كنت هتصل بيك النهارده بس النمر، خفت لا تكون النمر اتغيرت. ولا يهمك يا حبيبي، ايه رايك تيجي معايا البيت وتسلم على طنط فريده و... عمي انت عرفت منين ان انا هنا؟ فعلا صدفة غريبة يا راشد. شفت يا فريدة لما القلوب تكون متشوقة لبعض تتجمع ازاي؟ هتقولي يا راشد، خصوصا قلبك انت شفاف ويقدر يعرف اللي ما يعرفوش الواحد عن نفسه. وناوى على ايه بقى يا دكتور علي؟ في ايه عمي؟ الشغل طبعا. علي هيدرس في الجامعة، هو كان ناوى على كده من زمان قبل ما يسافر، ده حلم حياته، صح يا علي؟ فعلا ده كان حلم حياتي يا طنط فريدة فعلا. كان؟ ودلوقتي ايه حلم حياتك يا علي؟ مش عارف اقول لكم ايه بس اتكلم يا حبيبي. خير؟ صراحه انا نفسي اعمل مشروع كبير على ارض سوق باكوس، انما مصطفى مش كده؟ هي اميره مش موجوده ولا ايه؟ وفتحي بيه جوزها موجود؟ رشوه وفساد واستيلاء على اراضي الدوله وتهرب من الضرائب، دي عصابه يا استاذ ابراهيم مش مؤسسه استثماريه. اللي انت كاتبه عن مؤسسه راشد بتحقيق هاي سبق فعلا، بس ملوش قيمه من غير المستندات يا حاتم. يا استاذ ابراهيم كل كلمه كتبتها عليها مستند. فين المستندات دي؟ انا ما اقدرش ابعت الموضوع لمقر الجريده في القاهره من غير المستندات. هذه المستندات، اتفضل يا استاذ ابراهيم. ياه، واضح انك بذلت مجهود كبير في جمعها. هو في طار بايت بينك وبين الناس دول ولا ايه؟ طار بايت؟ لا 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 طبعا، انما لازم نقف ضد الفساد عشان البلد دي حالها ينصلح. انا هكلم مقر الجريده في القاهره حالا. اشرب قهوتك يا حاتم، ان شاء الله الموضوع يلحق العدد الجاي. الو استاذ حاتم. ايوه يا فندم، تحت امر حضرتك. انا اميره راشد ابو جرانه، صحفيه جديده تحت التمرين، وقالوا لي ان حضرتك هتبقى المسؤول عن تدريبي. راشد ابو جرانه، رجل الاعمال المعروف؟ ايوه بالظبط. اهلا اهلا وسهلا يا انسه اميره. اميره من غير القاب احسن، احنا مش هنبقى زملاء ولا ايه؟ اميره، في موضوع كده كنت عاوز اكلمك فيه. خير يا حاتم اتكلم. اميره انا بحبك، تتجوزيني؟ انت مجنون؟ مجنون؟ مجنون ليه؟ هو حبك يبقى مجنون؟ لا، انا لازم اخلي بابا يتصرف معاك. الاشكال اللي زيك دي لازم تتوقف عند حدها. اشكال؟ اميره لو سمحت ما تنسيش اني من فضلك، انا مش عايزه اسمع كلمه زياده منك، ولا مش هقولك ايه اللي ممكن يحصلك. لما تحلم يا حبيبي يبقى احلم على قدك، بدل ما تصحى على كابوس. حاتم حاتم. ايوه استاذ ابراهيم. مبروك، رئيس التحرير طلب نبعته التحقيق والمستندات مع مخصوص، ودلوقتي حالا. ياه، موضوع زي ده ممكن يحقق لجورنال نقلة. اي نعم، احنا جورنال خاص،
بس بالشغل اللي زي ده نقدر ننافس الجرايد القومية الكبيرة. نثبت لها ان احنا اقوى منهم كمان واحسن. مين دي يا حاتم اللي نثبت لها؟ الجرايد القومية يا استاذ ابراهيم، الجرايد القومية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قهوة عمك الحاج بسرعة يا توحة. عليا ياب. مش بعادة يعني تيجي القهوة الظهرية؟ خير يا حاج؟ أقوم أمشي يعني يا سيد؟ حاضر. لا لا، وحياة النبي حبيبك. اللهم صل عليك يا نبي. مالك يا حاج؟ مالي مالي على الله يا سيد. سك على القهوة يا توحة. أنا ماشي. جرى إيه يا حاج؟ جرى إيه؟ هو أنت ما بقتش تحب تقعد معايا وتفضفض زي زمان؟ ولا عشان الدكتور وصل بالسلامة شطبت على أبو السيد؟ حاجات كتير يا سيد. بنحلم سنين طويلة ما حصلت، ولما نلاقيها قدامنا ما نبقاش عارفين أنه الأحسن. إنها حصلت ولمس التراب السوق اللي ما كانتش تحصل وتفضل زي الحلم الجميل اللي متدف جوه قلوبنا. خلينا امشي احسن. سلام يا سيد. سبحان مغير الاحوال. يا ترى بيك ايه يا حاج؟ هو عم الحاج ماله يوم ملا لما تشعوط وداني؟ ايه اللي خلاك تسيب النصبه؟ ايوه جاي. غوري غوري، خلينا نشوف اكل عيشنا. الحمد لله على السلامة يا علي يا ابني. الله يسلمك يا حاج. الغدا جاهز من بدري، تحب نسخنهولك ولا تقوم تساعدني ونسخنوه سوا؟ أنا أكلت برا يا حاج. برا؟ أهو ماله؟ سوت، افتح نفسي يا ابني بقى. بابا أنا تعرض عليها شغل كويس جدا ووافقت عليه. والتدريس في الجامعة يا علي؟ يا ابني اسمع كلامي وما تضيعش مستقبلك. مستقبلي مش في الجامعة. امال في ايه؟ في البسبس ده اللي ملهوش قلب ولا عنده ضمير. انا هشتغل في مؤسسة عمي راشد. راشد؟ يبقى الضرب تحت الحزام ابتدى يا مصطفى. طيب انت يا راشد اللي ابتديت والباقي اصلا. السلام عليكم يا رجاله. يا توحه. عيني يا استاذ حاتم. كوبايه قهوه مانو من ايدك الحلوه دي. وشك منور وعودك مفرود. خير يا حاتم يا ابني. حته دي موضوع يا عم السيد هيتنشر في العدد الجاي، انما ايه هيقلب الدنيا. على ايه؟ سيبها معدوله يا ابني. يا عالم قلبانها ده هيجي على دماغ مين؟ قول لي برضه على راشد بيه. عيني يا استاذ حاتم. توحه وقفت الناس ما بتحبش الهزار. بس انا بقى بحبه يا صبري. ما تطلع الزرابين يا توحة. طب اوعى ابو زرابين انت، خلينا اودي القهوه. انا اللي هوديها، خليك انت. وانا ورايا غيره. يا ابني ما تخبطش دماغك في الحيط. مش انا اللي هيخبط دماغه يا عم السيد، وبكره ان شاء الله تشوف. القهوه بالشكل ده نقدر نبني شبكه توزيع هايله. بمجرد ما البضاعه توصل الجمارك يكون كل شيء جاهز ومترتب. احنا مش حمل شروط جزائيه يا اساتذه، والا هخصمها من مرتباتكم. يا حاج يا حاج لو سمحت ما ينفعش كده. مصطفى يا فندم، انا حاولت ان انا امنعه لكن. طب اتفضلوا انتوا دلوقتي. بعد اذنك يا راشد بيه. عن اذنك يا راشد بيه. اتفضل يا مصطفى، خطوه عزيزه يا اخويا. تشرب ايه؟ اشرب. ما انا ما شربت يا راشد. ده واجب الضيافه، ودي اول مره تشرفني. واجبك وصلني من زمان يا راشد، ومشاريبك عبتني على اخر منك. الله 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 الله، مالك يا درش؟ انت زعلان من حاجة؟ لا لا، لسه بدري عزال. الواحد ما يزعلش الا على حاجة تستاهل، وانت بهيلمانك ده كله ولا تسوى لحظة زعل واحدة. ماشي يا حاج مصطفى. عموما انت اخويا الكبير وما اقدرش. يا خوت اسمع، هما كلمتين ملهمش تالت. اياك وزعل يا راشد. بس دول تلات كلمات يا حاج، ثم انت لسه قايل حالا لسه بدري على الزعل. انا حذرتك، ابعد عالي عن اللي بينا
وإلا مفيش مخلوق هينجد رقبتك من إيدي يا أخويا.